ياسمين صبري وابو هشيمة رجعوا لبعض ولا ايه؟ النهارده مش اول مره تنتشر صوره تجمع الثنائي في مكان واحد من وقت انفصالهم، لكن المره دي شكلهم كده بيقول انهم رجعوا لبعض او بيخططوا لده. تفتكروا ايه الحكايه؟ وممكن فعلا عايزين يداروا على شمعتهم ويخلوا الموضوع في سريه؟ من وقت انفصال الثنائي احمد ابو هشيمه والفنانه ياسمين صبري في شهر مايو اللي فات، ومن ساعتها وبيحصل اثاره جدل كبيره حواليهم، وكل فتره يظهر صوره لكل واحد فيهم قاعد في مكان شبه المكان اللي التاني متصور فيه، والناس بتترجم ده انهم قاعدين مع بعض. لكن المره دي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة ليهم وهم قاعدين مع بعض على ترابيزة واحدة في مطعم، لكن الحقيقة احنا ما نعرفش تاريخ الصورة دي امتى بالظبط، ولغاية دلوقتي ما حدش من الطرفين طلع نفى او اكد حقيقة الصورة دي، وده اللي خلى الجمهور في حيرة من وقت ما شافوها. وعلشان الجمهور بيركز قوي في اللي بيحصل على السوشيال ميديا، لاحظوا ان ياسمين نزلت صورة على الانستجرام في مكان بيطل على البحر، وفي نفس الوقت هو كمان نزل صورة في مكان شبهه بالظبط، وده لاحظوه من لون ونوع الترابيزة والأباجورة والكراسي اللي ظاهرة في صورهم هما الاتنين. لأ، وكمان ركزوا في شكل السكينتين والشوكتين اللي قدامهم على الترابيزة. صحيح الجمهور دول لما بيعوزوا يعرفوا حاجة بيعرفوها، وده بقى زود شكوكهم وخلاهم يقولوا إنهم اتصالحوا أو عندهم يعني نيل كده، خصوصا إن ياسمين شخصية سوية ودايما بتبعد نفسها عن اي مشاكل. وفي نفس الفتره ياسمين رجعت تعمل فولو لطليقها ابو هشيمه على الانستجرام، خصوصا انها لغت متابعتها لابو هشيمه ومسحت كل الصور اللي بينهم على الاكونت بتاعها وقت طبعا ما انفصلوا، واعلنوا انفصالهم عن بعض بكل هدوء. والحقيقه رغم ان ياسمين صبري شخصيه هاديه، إلا إنها من وقت ارتباطها برجل الأعمال أبو هشيمة وهي بتتعرض لجدل كتير قوي ومشاكل، خصوصا من ناحية أهلها، لأن والدها كان بيطلع بتصاريح خطيرة ويتكلم عليها، بالذات بعد ما قالت إنه وهي صغيرة أحلامها كانت بتختصر حوالين إنها تلبس من ماركات معروفة ويبقى معاها عربية، وإنها كانت من طبقة متوسطة وبتتعلم في مدرسة حكومي. لكن طلع والدها ونشر صورة ليها وهي صغيرة في مدرسة أجنبية، وإنهم من عيلة كبيرة جدا وكانوا دايما عايشين في مستوى الأغنياء، وقال إنها بتخدع الجمهور. ودي ما كانتش أول مرة، لكنه طلع في أحد البرامج وقال إن بنته بتنكر وجوده والفترة اللي عاشتها معاه، وبيقول إنه شاكك إن عندها خلل نفسي. لكن ياسمين اختارت في الآخر إنها ما تردش وتكتفي بإن حياتها تكون بعيدة عن أي جدل وتركز في أحلامها وشغلها، وفي النهاية بنتمنى لها السعادة حتى لو موجودة في رجوعها لأبو هشيمة.